اهلا بحضراتكم. اطفال التهريب الحقيقة الفيديو الذي انطلق على السوشيال ميديا لم يكن اول فيديو. يعني برنامج صح النوم منذ شهرين تقريبا ومنذ شهر اذعنا عن هذا الموضوع اكثر من مرة، وكان مراسلنا في بورسعيد هو والكتيبة اللي معاه كانوا دائما بيرصدوا هذه الظاهرة، مراسلنا محمد نوفل في بورسعيد. لكن وكان موضوع كان يمكن ان يمر مرور الكرام لولا ما قرره السيد محافظ بورسعيد اللواء الغضبان انه المسؤولة عن الاعلام عنده في المحافظة تنزل تصور مع الاطفال او الصبيان فيديو شهير. الحقيقة عندما اراد السيد المحافظ المذيع او المسؤولة سمعت انها وصلت تكلمها ما كانوش متوقعين رد محفوظ او ردود محفوظ. ردود محفوظ نكأت الجرح، اجاب بتلقائية، اجاب بعفوية، واجاب بثقافته. قد نتفق او نختلف، لكنه قال حقيقة مرة. من ضمن ما قال محفوظ انه انت بتحكمينا ليه وفي ناس بتعدي بسلام عليكم وبتفوت بالملايين، وغيره من كلام كتير من الملايين المصريين تابعوه وتأثروا بيه. انا شخصيا ليا ملحوظتين على هذا الفيديو. اول ملحوظة انه بعيدا عن عدم قانونية عمالة الاطفال او القصر او كذا او يعني هذه القضية الكبيرة اللي بنتكلم فيها، فكرة لما قالت له عمال النظافة فقال لها ترضي ان ولادك يشتغلوا في عمال النظافة، النظر لمهنة عمل النظافة في كل الدول كل المهن مقدسة واحنا محتاجينها، ولولا عمال النظافة ما كناش هنعيش اساسا من فين يعني. تاني حاجة المستوى اللي كان بيتكلم بيه والمستوى اللي كان بتسأل بيه المذيع، انا كان رأيي انه مستوى محفوظ ونضجه اللي جان من الصعيد لبورسعيد وقبلها كان في اسكندرية، اللفة دي ليه هنعرف. الحقيقة احنا معانا محفوظ ومعانا لأول مرة والد محفوظ. منورني محفوظ دياب، اهلا بيك. نورك، اهلا بيك. ومعايا عم دياب محفوظ مجاهد والد محفوظ، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ومعايا ايضا صديق محفوظ اللي ظهر في نفس الفيديو، هارون همام عبد الباقي، كده مظبوط؟ عبد الحليم. عبد الحليم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا عايز الاول عم دياب قبل ما اروح لابنك، انت عندك عندك غير محفوظ؟ معايا ثلاث بنات وواد. وواد هو قال في الفيديو انا عايز اكسي ثلاث بنات اخواتي، وبعدين بعد كده بعد الاخبار نزلت عنك ان انت راجل مقتدر ومش محتاج شغل محفوظ، قول لنا يعني. ما قلتش على نفسي انا لو سمحت. قلت ايه؟ انا قلت كل واحد عاوز يكسي اخواته وكل واحد عاوز يبان قدام ابوه راضي. اوكي. بس انا ما قلتش نكسي اخواتي. اوكي. وانا نفسي نكسيهم برضه، وانا قلت نفسي نكسيهم بس. طب اجي لك يا محفوظ، بس ادي فرصه للحل. اتفضل عم مدير، انت منورني. الله يبارك فيك. وانت ما كنتش عايز تطلع ليه معانا؟ لما انا مانيش في الظهور الاعلامي وناس على زي ما تقول ولفنا الدرك ده هو في السترة بس. انت ربنا يديك الصحة. انت اما بكلمك بتقول لي ده انا ما بطلعش من الصعيد واصل. انا ليا من ساعة ما توفى المرحوم ابويا من 20 سنة ما طلعتش. ياه. ده طب ده يعني يشكر محفوظ ان خلاك طلعت. يعني انت من 20 سنة ما سبتش الصعيد. لا ما سبتش الصعيد. فين في الصعيد؟ من قرية اسمها المدمر مركز ضمن محافظة سوهاج. ضمن سوهاج في بلديات المخرج محمد حسن. طيب قول لي حسيت بإيه لما شفت فيديو محفوظ وإيه اللي حصل؟ يعني جات لك إزاي الحكاية؟ أنا عدم مؤاخذة أستاذ محمد، أولاً أنت على حكاية الأخبار إن معايا 12 الثراء ده هو، إحنا أول حاجة كل ما حد يكلمنا إحنا مستورين. المعنى كلمة ايه مستورين؟ برضا الحال. اولا 12 فدان موجودة والحمد لله والفضل، بس انا معايا 10 خوات. احنا 10 خوات. فطبعا زي ما انت عارف العشرة خوات هل فاللي اتكلم بالكلام ده جاب ميراث عم وخواتي ضافة لي انا وحدي. الله انا الفرن سايبها لخواتي. انا توفى المرحوم ابويا من 20 سنة. وقعدت عدم مؤاخذة فترة لغاية ما تعلموا خواتي وكده هو أول ما وفروا.
قلت خدت جنب اخواتي فيهم اربع خريجين كليات وفيهم ضابط شرطه والحمد لله يعني العمل مرتاح. بس انا كلمه مستوله الحال، لان اهم حاجه في الانسان قناعته. طبعا. طيب هو متعود يسيب الصعيد ويروح اسكندريه بورسعيد؟ الطفل يعني في فرق بين الطفل وبين الشاب وبين الفتى. المرحلة دي معظم الناس ناسية انها مرحلة الفتوة. استاذ محمد، الطفل عندنا في الصعيد سنتين ثلاثة. اول ما بلغ الطفل اربع خمس سنين تلاقيه يسرح مع ابوه الغيط، عدم مؤاخذة، يقضي مصلحة، يقضي. فلذلك الطفل الصعيدي بيتولد راجل اساسا، ما نعرفوش عدم مؤاخذة راجل وراجل بالدال ولا بالجيم. في بعض الناس سعاد ولاد يحيى وكشح ودار السلام يقول لك الجندل وراجل يلبي على صح كده جلال دلال. رحت انا عشت في الحته دي شويه. تمام. انت شفت الفيديو بتاع محفوظ ابنك؟ انا ما شفتهاش. لا لغايه دلوقتي؟ طب اوريه لك. محمد شفت محمد ورينا الفيديو يا محمد. انا ما شفتهاش الا بعد الهوسه. الدياب انت تشوف ده لاول مره؟ لا انا شفته بعد الاحداث وبتاع. انا عاجبني صراحته، عاجب الناس كلها مش عاجبني انا واحد، ان هو شكرا ما بيلفش ويدور زي السهم، وده طبعا يحسب انك انت ربيته على كده. لكن الحته الثانيه ان هو يروح يشتغل في التهريب، انت كنت عارف؟ كنتش تعرف. هو قال لك انه راح اسكندريه؟ هما اساسا يا استاذ محمد زي ما انت عارف الشباب مع بعض. تعالى مثلا اكتهوى، فقلنا بقى انا مثلا عاوز يا ولد اقعد مثلا معانا اكتهوى في مصالحنا وكده. لكن علشان تسيب الانسان مرحله الصحوبيه واكتهوى، فسبتها على اساس يشوف الغربه ويشوف ذهب. رايح وين؟ قال رايح اسكندريه. رايح طبعا متعود يروح ولا دي أول مرة؟ لا يمكن ثاني مرة هذه. راح اسكندرية كان الولد قالوا نفس الشلة يعني مع هارون وكده؟ لا لا. كلها يعني يا استاذ محمد أنت تروح اسكندرية تلاقي كلها معظمها صعيد. أنا عارف صعيدة. تنزل معظمها صعاب. طيب وهو رايح، إيه لك رايح اسكندرية؟ معاه فلوس ولا مش معاه؟ معاه فلوس. طيب إيه اللي يخليك بقى تحود من اسكندريه لبورسعيد؟ انا حاولت ماشي، شفت انا كده قالوا لي تعال نروح اسكندريه بورسعيد. قلت نشوف الدنيا هنا في بورسعيد، وكان نفسي برضو نشوف الدنيا هيحكوا عليها وتهدي. كان نفسي نروح نشوف. رحت شفت، لقيت التهريب قلعت مره. لقيت فلوسها حلوه، قلت دي توفر لي. نجيب لابويا دي. انا غلط مش مغلطش، بقول لك غلط. شغال الراشد بتاع التهريب ده يا استاذي؟ اتفضل يا ريس. اتفضل يا محفوظ. هنقول لك انا غلط، عرفت بغلطتي. كان بقالك كام يوم قبل ما يمسكوك او قبل ما يسجلوا معاك اللقاء؟ كنت بقالك كام يوم بقى بتهرب؟ احكي لي كده، مين وداك السكه دي؟ حد من صعيدي برضه هناك؟ حد من ايوه اصحابي. اصحابك هناك كتير يا محفوظ؟ مش كتير، هما برضو كل حتة يروحوا ودي وبتعلم الغرب. بس انا حبيت برضو نشوف اسكندرية ونشوف مصر ونشوف دي ونشوف دي ونشوف دي. قعدت كام يوم تهرب؟ قعدت ست ايام. ست ايام. كل يوم كنت بتكسب 150 ولا لا ثابتين ولا كل يوم برزقها؟ برزقها مثلا 50 جنيه 100 جنيه 150. بس زي ده وانا زي اللي احنا عارضين، واحنا زعنا ده من شهر كده قبل ما انت قضيتك تتفجر يعني. طيب اوكي، قول لي بقى مين يعني، احكي لي كده رحله التهريب دي بتتم ازاي يا محفوظ؟ ها؟ بتتم ازاي؟ كيف بتتم ازاي؟ يعني بتاخد من مين تودي لفين؟ ما عندهاش خبره من هنا. من هنا لان هو قاعد ست ايام فما فهمش. لا ما هو اكيد نفذ بناء. لا هو ابنك فصيح دماغه صاحي. إيه مين قال لك ايه هبدأ؟ مين قال لك خد من هنا ودي هنا؟ بتاخد وخدت ايه وديت لي؟ اصحابي برضو. هربت ايه؟ ومشي إيه؟ ولا اجهزه ولا هربت ايه؟ هربت ايه؟ ماشي، نركب عربيه ميكروباص وكل معايا الشنطه ونعدي.
فتش الصراحة كنا نهرب مثلا من الضباط، نهرب من العساكر دي. انت عارف برضو بورسعيد وعارف التهريب وعارف كل حال، بس انت حبيبني نقول لك وانا عمال نقول لك نركب عربية ماشي، نحط الشنطة ونطلع تفتيش. انا متوكل على الله، مرة مسك ومرة ما مسكش. لا انا عايز من اول الخيط يا محفوظ، يعني انت بتروح فين يديك ايه؟ معاك الشنطة فاضية صح؟ لا الشنطة فيها شغل. جبته منين؟ جبته من اصحاب المحلات. جبته من جوه بورسعيد؟ وبعدين طلعت بيه عشان ما يتجمركش، لفيت من ورا الجمرك او لفيت من على الكوبري او كذا صح؟ الحاجات دي بقى فيها ايه؟ قماش، اجهزة، لبس، ملابس. هو ملابس، ملابس كله ملابس. اوكي تمام. بيبقى بتاخد من حد بعينه وتوديه لحد تاني انت متفق معاه الموضوع كل ده خلصناه. واشتغلت الحمد لله. الاستاذ نجيب شاف لي شغلانه. ما انا لسه هنيجي نجيب ننصح، مش عاوز ننصح اي واحد روح ماشي بورسعيد. انا غلطت وعرفت بغلطتي. تمام. بس انا نفسي كل الشباب تشتغل شغلانه حلوه. انت رحت النهارده لنجيب ساويرس؟ ايه رحت النهارده صح؟ الساعه كام؟ رحت الساعه كام؟ الساعه 5 ونص. الساعه 5 ونص. هو كلمك ولا كلمك كلم محفوظ ولا كلم الاب؟ لا ده الاستاذ ابراهيم ادوارد والمستشار بتاعه. المستشار بتاعه الاستاذ حسام. فكان وفروا لهم يعني كل اللي عاوزينه. انت عاوز تشتغل هناك؟ رحت معاهم. رحت معاهم. انت بتدرس يا محفوظ صح؟ سنه كام؟ سنه رايح سنه تجاري. سنة وتجاري. دبلوم تجاري يعني. دبلوم تجاري. نجيب ساويرس قال لك لما قابلته؟ ما قابلتهاش. ما قابلتوش انت؟ قابلت المستشار. المستشار بتاعه او مدير مكتبه. قابلت قال لك ايه؟ قال لك اشغلك؟ قال لك اكمل دراستك فين؟ قال لك اشغلك وقال لي تكمل برضه دراستك. يعني الراجل قال انك تختار، فهم قال مرحلة التدريب جلدتي وهم حاليا على قوة التدريب وكل حاجة يعني. انت ومين بقى؟ قلت له على زملائك كلهم؟ هو عبد الرحمن. كنتوا كام واحد؟ ثلاثة. هارون كنت معاهم؟ كنت معاهم. هتتدربوا بحيث بعد هو يديكوا تدريب على ايه بقى؟ تتدربوا على ايه؟ على السواقة وكده. وانت نفس الشيء؟ هتشتغل سواق؟ لا انا بشتغل عامل مع واحد في المطبخ. عامل عاوز يتعلم. عاوز يبقى شيف يعني. شيف. تمام. ده حلمك يعني. هو سألك انت حلمك ايه؟ فانت قلت له كذا. فقال لك انا هحقق لك حلمي. ان شاء الله انا هحقق حلمي باسم الله بإذن الله. مع ان انت مفوه، ده انت تنفع تشتغل تعمل سياسة. انت تنفع تخش البرلمان. ماليش دعوة بالسياسة. ده انت بتتكلم كويس قوي. ده انت عارف ان انت كلامك ده قنوات الاخوان خدته وقالت لك اهو طفل بيقول الكبار الحيتان الكبيرة بتعدي والصغيرين خدوه الكلام ده وتجروا بيه. حاولوا يكلموك يا محفوظ؟ لا لا وانا مش عاوز برضو اتكلم. طيب انا معايا محامي نجيب ساويرس اللي قابلكم النهارده، المستشار ابراهيم ادوارد. سيادة المستشار اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك محمد. ازي حضرتك؟ حبيبي الله يعزك. انا معايا محفوظ ومعايا دياب ومعايا هارون. تمام. هم قالوا ان حضراتكم النهارده مشكورين، وفرتوا ليهم تدريب من اجل العمل. ايه يعني؟ قول لنا على مبادره ساويرس، وهل ده ينعكس على اخرين من الاطفال اللي بيشتغلوا ولا؟ والله 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 دي مبادره مجتمعيه. يعني المفروض المجتمع كله قدام فرع حوالين الشباب. وطبعا احنا بنقول للمزايدين اللي بيقولوا المهندس نجيب بيساعد على التشجيع على الجريمه. طبعا المهندس نجيب تدخل في هذا الموضوع كعمل انساني بحت. هو راى ان الولاد دول في حالة الحقيقة يعني هو كان تتعاطف معهم إنسانيا. والدليل على كده إن الولاد على فكرة سددوا الغرامات اللي عليهم، وهو الراجل لا يدافع عن الجريمة بقدر ما يدافع عن الإنسانية، عن حق الإنسان في إن هو يعيش حياة كريمة. وهو الراجل المبادرة المهندس نجيب الحقيقة المبادرة دي كانت بدافع إنساني بحت، والناس اخذتها بشكل ثاني وبداوا يقولوا بيخلق حاله من اللي بيساعد المجرمين. الو سامعك يا فندم؟ اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل سامعينك.
سامعينك يا سيادة المستشار، اتفضل. الو، في صوت عالي قوي مش عارف اتكلم. احنا سامعينك وساكتين، والشبكة عندك بس ضعيفة، كمل حضرتك واحنا سامعينك. اتفضل. لا الصوت وحش جدا. طب هنحاول نكلمك تاني، كلموه تاني يا شباب. طيب عم دياب، اول ما طلع الفيديو بتاع محفوظ، حتى انا المذيعه اللي هي الاعلاميه اللي عملنا معاها مداخله هنا وقالت لك ده والده ما عنده فدادين، ده غني جدا، ازاي يبقى الولد هو اللي منحرف؟ لا الولد مش منحرف. استاذ محمد، انت قابلتها او شفتها ولا ما حصلش اي حوار؟ لا ما حصلش. لا ترد عليها تقول لها ايه؟ لا هي يعني استاذ محمد الكل وضع مقال. فهي مقام المقال. زي بعض على كده. لا يعني. تمام. فهي المذيعة يعني راحت تأدي شغل. هي انت لسه قايل لولا الفيديو لكان عدت. صحيح موضوع عد. موضوع عد صحيح، لكن هو عفويا حصل منا الكلام. لذلك انت ما عندكش الفدادين اللي قالت عليها دي؟ لا ما عنديش الصراحه، هي عند جدي. عند جدك. فطبعا انت عارف المواريث، انا 10 خوات اكيد. فاشتغلي اساسا؟ انا تاجر تموين. اوكي. بقال. بقال. بس الله، هي حصل الحوار وحصل الفيديو كده هو وانتشر، واراده ربنا ان يكون له رزق يتوصف. صحيح. طيب محفوظ، انت يعني في حد نجيب ساويرس حطك على الطريق، على بدايه الطريق، اقصى مين معنا؟ مستشار؟ طيب مستشار رجع تاني. سياده المستشار اهلا بيك. اهلا بحضرتك. المبادره كمل حضرتك اتفضل. المبادره دي نتمنى من كل رجال الاعمال في مصر، ونتمنى من الدوله نفسها المصريه الحقيقه ترعى هؤلاء الشباب. ودي مبادرة احنا دايما الناس بتتكلم عن الجانب المظلم او الجانب السلبي، لكن الجانب المضيء والايجابي في الموضوع انه احنا بنصلح من حال هؤلاء الاطفال. دول اطفال خرجوا جايين لقمة عيشهم، جايين ساعوا وراء لقمة عيشهم، جايين من سوهاج، راحوا بورسعيد، هم ارتكبوا جريمة. لكن احنا ما بندافعش عن الجريمة، وانا نجيب بدافع عن الجريمة الحقيقة. احنا بنقول ان لازم نرعى هؤلاء الاطفال، والمهندس نجيب المبادرة بتاعته لما كان قال ان انا اشغلهم وان انا اقف معاهم، الحقيقة هو كانت المبادرة دي كانت بتويتر، عملها على تويتر صح، ولم ينشرها للاعلام حتى. فالاعلام اخذها وبدات الناس تتاجر بيها وتزايد على المهندس نجيب. لكن احنا النهارده الحقيقه كل الشكر للراجل الوطني المحترم مهندس نجيب، لانه انا اللي شفته مع الاطفال دول النهارده بيعرضوا عليهم وظايف، وبعدين بيقولوا لهم انتوا عايزين تشتغلوا ايه؟ احنا عندنا وظايف، انتوا عايزين اللي في امكانكم تشتغلوه، احنا هندربكم حتى لو ما عندكمش مواهب او علم او شيء. طيب سياده المستشار، قال لي حتى لو ما نفعتش في الشغلانه دي وحبيت تغيرها برضه هنخليك تغيرها. تمام. وتقعد معايا. انا نقف معاك. ايوه. ده يحس الوطن الراجل المسؤول اكيد. طيب كل التحيه والتقدير لهذا الرجل الوطني المخلص المحب للبلد ومحب لاولاد بلده. فانا النهارده امام مبادره محترمه جدا، اتمنى من الدوله المصريه انها ترعى هؤلاء الشباب، واتمنى من رجال الاعمال. طيب. اللي هم يعني اكثر منهم عندنا مسؤوليه. طب سياده المستشار، يعني خليني يعني برضو امشي معاك في نفس الاتجاه. طبعا حضرتك يعني متابع وممكن ادرى مني انه رجال الاعمال في العالم كله ليهم دور في المجتمع المدني، وليهم دور كبير جدا طبعا مع الشباب وفي البحث العلمي ومع الفن. وانا عارف ساويرس مثلا عامل جايزه القصه والادب والشعر، يعني ليه دور ثقافي، وده شيء محمود جدا وشيء يحسب له ايضا. لكن ازاي احول المبادره دي اللي على سكيل ضيق اخليها مبادره لها صبغه قوميه، لها صبغه كبيره، يعني مش مجرد محفوظ وهارون والاثنين اللي معاهم، ليه ما تفكروش في انه يبقى في اكاديميه لاطفال الشوارع، اكاديميه لعماله الاطفال، اكاديميه لاطفال الصعيد، خصوصا ان ساويرس اصله صعيدي، وان هو يعني خلينا اقول ان البلد برضه اداته
وهو برضه هيحفظ الجميل لهذا البلد. انا بفكر معاك بصوت عالي، ليه ما يبقاش هذا بذرة حاجة كبيرة؟ يعني ده يبقى بذرة حاجة كبيرة، مش مجرد ثلاثة او اربعة هو تبناهم، ده يبقى حاجة كبيرة. هو للشكر اكيد، اكيد انا معاه طبعا. بيقول لك يبقى ليه الشكر محفوظ برضه، يعني هو بيدافع عنه. شفت؟ هو محفوظ ولد، محفوظ مش سهل. ده الولد ده انا بقول له تبقى في البرلمان، ده ممكن يبقى كادر سياسي محفوظ ده. الو، معاك يا فندم، ايه رايك في فكرتي؟ عندنا نعم، الفكره اللي انا بطرحها لحضرتك ان يبقى مشروع قومي، فكره هايله، واحنا قلبا وقالبا ونوصلها ونحاول ندعم هذه الفكره الرائعه. وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا شباب مصري واعي ومحترم وجميل وعنده قدره على العقل، بس احنا خلينا نبص، روح الاحباط عند الشاب المصري ده. انا المفروض بيهد العالم كله، خلي بال حضرتك، ولو اعتنينا بيه. انا ما ده اللي انا اقصده، يعني محفوظ ده من كلامه ده لو دخل مدرسه تربيه سياسيه هيبقى نائب عن الشعب، يبقى سياسي، ده ممكن يبقى وزير. في اللي احسن مني برضه. لا انت بتتكلم كويس، انت عندك جرأه ما شاء الله، بس عايز تخش إعادة كوادر، ده يتدرب في كوادر يا فندم في أي حزب يبقى حاجة كويسة. إحنا ده هدفنا على فكرة، مش هدفنا كمان إن إحنا ينهدف المهندس نجيب النهاردة واحنا قاعدين ومع حد مسؤول فبيقول له، بيقول له يا محفوظ تعرف تشتغل إيه؟ فاهمني حضرتك؟ فقال له بص أنا هعلمك حاجة معينة وهتجيب فلوس كتيرة جدا أحسن من اللي أنت بتعمله ده. ده 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 يعني حاجة محترمة جدا. وقال له لو انت ما نفعتش وما عندكش الموهبة دي وما عندكش، طب هنشوف لك حاجة تاني ونعدك. واحنا زي ما حضرتك بتقول احنا محتاجين اعداد كوادر شبابية محترمة تقود البلد دي. خلي بال حضرتك، احنا محتاجين الكلام اللي حضرتك بتقوله ده تماما، لان انا ببقى حزين جدا على شباب. يعني يا فندم انا لولا الفيديو ما عرفتوش كان ممكن يبقى قاعد في الصعيد، انا واثق زيه ملايين في الصعيد، مواهب كتير، مواهب عظيمة، ومحتاجة حد يسلط عليها الضوء. في كتير يا فندم، الشباب قاعد على المقاهي في مصر، احنا محتاجين هؤلاء الشباب وطاقتهم من اجل مستقبل افضل لبلدنا. اشكرك يا باشمهندس وبحييك، وشكرا للاستاذ نجيب ساويرس ان هو تبنى هذه المبادرة. هاخد اتصالات سريعة. تريزا، اتفضلي يا تريزا، اتفضلي. اهلا، مساء الخير، وطي التلفزيون. اهلا بيك، اول مره بصراحه حد يرد عليا، انا عماله اتصل من بدري. احنا تحت امرك، اتفضلي يا فندم. لو سمحت والله معلش، انا عندي مشكله برضو، معايا برضو ابن زيه كده في سياحه وفنادق ومش لاقي شغل. استاذ ابراهيم اللي كان بيتكلم ادوار، يعني اتمنى ابني كمان، معايا اتنين برضو ومعاهم ولاد مش لاقيين شغل حضرتك. طب بعت لنا بياناتهم يا ست تريزا واحنا هنبعتها لهم. حاضر. طب ابعت مع مين حضرتك؟ ابعتيها على صفحه البرنامج، اي حد عندك يخش على صفحه برنامج صح النوم، وانا تحت امرك. طيب اخد محمد نوفل مراسلنا في بورسعيد. محمد اهلا بيك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه ردود الافعال بعد الفيديو؟ انا معايا طبعا زي ما انت شايف محفوظ ودياب ابوه لاول مره بيظهر على الشاشه، ومعايا هارون همام. ايه ردود الافعال عندك دلوقتي في بورسعيد؟ يعني التعريب بطل ولا لسه شغال ولا؟ امبارح كان في حمله مساء من الاموال العامه، قامت بالليل بالفعل بفتح المخازن المغلقه وفتحوا المخازن وضغطوا كميات كبيره من الملابس اللي على استعدادنا تتهرب. الكلام ده امبارح. امبارح بالليل الساعه 9 مساء. اما بخصوص موضوع التقريب، طبعا حضرتك اللي حصل في موضوع التقريب ان احنا في الاول قمنا بنشر وذاعه الفيديو اللي هو خطب الاطفال اللي هم كانوا بيهربوا هدوم بيستغلوا الاطفال وكل. انت كنت من اوائل الناس اللي مهتم بالقضيه دي وتابعتها معانا. ان احنا لينا تتابع يا استاذ محمد ان احنا زعنا الاطفال، استغلال الاطفال اللي هم كانوا بيهربوا الملابس صحيح في اماكن حساسه وعن طريق التقريب. صحيح صحيح. فهو المحافظ حب ترد علينا، فجابوا طبعا الحصر اللي انت شفته محفوظ والناس. هل تم فصل المذيعه او الاعلاميه البورسعيديه؟ هل المحافظ؟ لا 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 لم يتم فصلها. لا لا لا، هو تم التحقيق معاها هي
مجموعه من زملائه الاعلاميين. تمام، انت عايز توجه سؤال لمحفوظ؟ محفوظ معانا اهو. انا برضه ليا كلمه، انا عايزين نتاسف للمذيعه يعني اللي حصل غلط في السوشيال ميديا دي، يقولوا غلطوا فيها يعني جامد. انت غير مسؤول. عايز تقول حاجه لمحفوظ يا محمد؟ والله اقول يا استاذ محمد ان هو يتجه للحياه العمليه بعد كده، ومش كل واحد هيتجه لتهريب ويعتمد على عمليه. كم محفوظ عدد بقى في شوارع بورسعيد النهارده؟ هو طبعا في طبعا يعني الناس فرحانه، المواطنين فرحانين ان المنافذ اتقفلت بيد من حديد من الجيش والشرطه. يعني لولا هذا لولا الفيديوهات دي ما كانش الناس تحركت بهذا الشكل. لا طبعا يا استاذ محمد، كانت عمليه التهريب، ويمكن تسال محفوظ وقعد على جنب حضرتك اساله كانت ازاي عمليه التهريب؟ عمليه التهريب يعني يمكن بفيديو محفوظ كمان كانت بتتم في عجل السيارات من تحت. كانوا بيخبوا الملابس في عجل السيارات من تحت وخلف الكراسي طيب احنا هنتابع معاك، واي حاجه يعني انت عارف على طول احنا بنذاعها. بشكرك محمد نوفل مراسلنا في بورسعيد. عايز اقول لكم فيديو القبض على رئيس حي الهرم. رم لا ينفع مال ولا بنون. طيب هارون انت ما اتكلمتش، عايز تجربتك في التهريب الى ان وصلت الى مكتب نجيب ساويرس النهارده. ازاي عن تجربتي يعني كم يوم انت عشت نفس الايام اللي عاشها محفوظ في التهريب؟ لا انا جاي قبل، يعني هو ده وراه باسبوع او حاجه زي كده. مش من فتره يعني. بتضحك ليه يا محفوظ؟ عادي. بتضحك؟ لا بتضحك ليه؟ قولي. لا كنت بتضحك ليه؟ كسوف هو اتكلم. هو مكسوف؟ مكسوف؟ ايوه هو من نوع الكسوف قوي. طيب انا معايا المذيعة اللي عانت معاكم الحوار سلوى حسين. يا استاذة سلوى اهلا بيك. استاذة سلوى الو. اهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي انا تاكدت من مراسلنا بورسعيد ان لم يتم فصلك كما نشهر في بعض المواقع، صح يا استاذة؟ انا حاليا انا في اجازة في البيت، ما اعرفش ايه اللي بيحصل. انا في اجازة. تمام. في البيت. تمام. انا اتعمل معايا تحقيق بالفعل من قبل الشؤون القانونيه للطاقم كله. طبعا كان لجمع المعلومات انا عملت ايه هو عمل ايه، مفيش انا قانونا علي اي حاجه لان انا لم افعل اي شيء خطا. اكيد انا معايا محفوظ ومعايا والده دياب اللي حضرتك قلت عنه ان هو يمتلك فدادين، هو قال انا يعني على قد حالي لا امتلك شيء، وبعدين لما عرفت يعني الراجل من قبل ما تخش المداخله الراجل كان بيقول احنا اسفين ليها على اي حاجه حصلت، يعني برضو الكرم الصعيدي بيدافع عنك في غيابك. انت مش ندمانه على اي حاجه حصلت في الحوار مع محفوظ؟ حضرتك يمكن انا اتقابلت مع حضرتك قبل كده في مداخله، ويعني الاسئله هي الاجابه. انا ما بعملش قصدي اي حاجه بالنسبه لشباب اذا كان حد تحت السن. انا اقول لحضرتك ده كان الغرض منه توصيل رساله، وهقول وعيد تاني لان مش اول مره اقول الكلام ده. كان الهدف منها ان عدم استخدام الشباب او الاولاد في التهريب. وانا كان سؤالي للولاد انتوا ليه بتعملوا كده؟ علشان في طريق اسهل وما يعرفكوش للخطر وما يخليش انت في ايدك الحديد او تتعرض للموقف الوحش ده. انا يعني اظن العقل الواعي اللي عايز يفهم لازم يفهم ان ده المقصود. طيب. من الحوار محفوظ معايا، عايز توجهي له اي اسئله محفوظه؟ عايز تكلمها في حاجه محفوظه؟ لا هو مش عايز يقول لي اي حاجه. انت عايز تقول لي حاجه؟ انت معاه قريب جدا محفوظ. وانا بس والده طلع ما عندوش ال 13 فدان اللي انت قلت عليهم. لا حضرتك كان لسه عند اللهم صل على النبي في المداخله. لا كان في الحوار. هو اول مره يطلع في الشاشه اساسا. لا طب اسال الوالد. طيب عايز تقول لها حاجه؟ ان احنا ميسوري الحال وان احنا مش محتاجين. لا يا استاذه سلوى احنا قلت العمليه مستوره في مستوره الستر الستر بالرضا في كل شيء يا مدام. في انسان حالته مستوره ب 10 جنيه، وفي انسان حالته لو ملايين الدنيا برضه عايش في الفجر.
لان اهم حاجه الانسان القناعه مش كل او الفلوس الساتر في اي انسان هي القناعه. طيب قول حضرتك مش قلت عدد الفدادين ده بالسلامه يا استاذه سلوى اللي قال عدد الفدادين واحد ولد عمي بناء عني انا جدي مجاهد بيك مش هفية انا صاحب عيلة وصاحب ما انكرتش وصاحب اطيان وكان عدم مؤاخذة ايام ما كان الاعيان كان هو لي صوت في الدائرة تقول العدد الورثة ايوة لكن المراسات وصاحب اوقاف وكل شيء عدد الورثة يعني. طيب استاذة سلوى اخر سؤال هو محفوظ كان يتكلم عن المهربين الكبار الحيتان الكبيرة وانت عديتيها كده في الخوشي انا بقول استخدام هؤلاء الصغار شيء التهريب علشان هو قال لك انت بتحاسبيني على ايه ده في واحد بيعدي بملايين او بمليون وانت عديتيها كده ما استوقفتيش الحته دي ازاي عديها كده حضرتك الموضوع مش كده دلوقتي الحوار مع مين مع هؤلاء لو كان الحوار مع الحيتان اللي حضرتك بتقول عليهم كان هيبقى اقوى من كده كمان لان طبعا احنا بنحارب ظاهره كبيره وهي ظاهره التهريب اللي مخليها اقتصاد مصر في الارض. طب توعدينا تعملي هذه المواجهه مع الحيتان؟ الدوله بتحاربه بكل السبل. طب سؤال توعدينا ان انت تعملي هذه المواجهه مع الحيتان باعتبارك انت بقيتي دلوقتي خلاص بتدافعي عن الفضيله في بورسعيد، بتدافعي عن الحق وعن المواطنه والوطن. توعدينا ان انت تكشفي الحيتان؟ انا مش اللي اخترت الموضوع بس انا بقول الغرض من الموضوع. يعني انت تم توجيهك من المحافظ يا سلوى؟ اقوم بيه على اكمل وجه. يا سلوى تم توجيهك من المحافظ؟ ايوه حضرتك. علشان تحرجي الولاد دول وتكشفيهم. مش احرجهم، ليه حضرتك بتخرج؟ هو ده الفيديو كان هذا القصد منه. حضرتك بقول لحضرتك ايه؟ انا ما تقوليش عشان تحرجيهم، انت تحرجيهم. في حوار دار انا طلب مني اعمل حوار مع هؤلاء لكي يكون. طيب المحافظ قال لك تنكر الموضوع ولا انا ما تكلمتش الموضوع؟ انا ما كلمتش كمان كلامي عشان حضرتك تلحقني بسؤال تاني. يعني حضرتك مش انا اجاوب على السؤال. اتفضلي اتفضلي القياده الثانيه سؤال تاني عشان اجاوب عليه. اتفضلي انا طلب مني انا اعمل حوار مع وكان الاسئله واضحه، الاسئله كانت مقصره في اللي هقوله ده. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ما قدامك طريق حلال بدل الطريق اللي وداك للمنظر اللي انا شايفاه وانا زعلانه ان هم بالحاله دي. زعلانه ان هم جم بالحاله دي. انا تخيلت ولادي بالموضع ده وايديهم فيهم الحديد. تمام. بشكرك يا استاذة سلوى. انا كذا شخص عرض علي ان يرفع قضية وكده هو زي ما انت عارف الصيادين في الحكاوة دي. قلت احنا مش مبدأنا التعويض. على مين؟ عليها؟ على الاستاذ. على الاستاذ. تمام. قلت احنا مش مبدأنا التعويض هي قضاء الله وقدره حصل ده هو واحنا مسامحينه ولا تمام. وكل اخلاص سعيدة. محفوظ انت في النيابة انت ما قعدت يوم ولا قعدت قد ايه في النيابه؟ يوم. قريت كلام كده ان وكيل النيابه قال لك احنا معاك يا ابني وبتاع يعني كانوا لطاف معاك صح؟ ايه الحوار اللي حصل بينك وبين وكيل النيابه؟ ايه الحوار اللي حصل في التحقيق؟ ما شفتش وكيل النيابه. وما شفت ايه مباحث؟ كنت في الاسم؟ يا استاذ محضر مينا بتخش تمضي عليها وترد على جسم المينا تاني. انت تعرضته على اسم المينا؟ ما احنا رحنا عملنا المحضر في المنفذ، المنفذ رحنا على جسم المينا، بعدين رحنا على المحافظة الأول. محافظة. رحنا المحافظة المنفذ، رحنا المحافظة على جسم المينا. اوكي. محفوظ يعني التجربة دي تعلمت منها إيه؟ بالهيجان بالسوشيال ميديا بال ما تروحش تاني. إنك ما تروحش تاني. ما تمشيش في الطريق الغلط. والحمد لله لقيت الطريق الصح. نمشي فيه ونبني مستقبلي. ونشكر كل واحد وقف معايا. اوكي. ونفسي في كل واحد شباب بس ما يجيش انا من الطريقه اللي جبت بيها من تهريب. يجي من طريقه صح. مثلا مخترع حاده كلها تقف معاه، نفسي كلها يقف معاه. صانع حاده كلها يقف معاه. يعني نفسي تكون احسن بلد في العالم. بلدكم فيها زيك كتير؟ في كتير، في لعيبه كوره، في في احسن مني، انا مش احسن واحد. في اللي احسن مني. انت بتقرا؟ بتقرا جرايد، بتقرا كتب، بتقرا الصراحه بتقرا حاجه، بتقرا على السوشيال، بتقرا المواقع؟ لا. ما بتقراش.
يعني انت مثلا لو قلت مثلا محفوظ مش مثقف هتقول لي ابقى مثقف ازاي؟ يعني ايه مثقف طيب؟ عارف يعني مثقف؟ عارف يعني مثقف راجل متعلم ويفهم كل حاجه. عارف ايوه ايه متثقف يعني عارف ايه مش متثقف. ايه هو المثقف؟ متثقف ماشي عارف كل حاجه صح وعارف ما تقول متثقف. انت تقول لي ليه عايز تسالني السؤال ده؟ يعني ماليش عايزه السؤال ده ماليش عايزه ماليش انت عسل. بس انا هقول لك يعني ايه مثقف. بس اخد ندى من الجيزه. يا ندى الو يا ندى الو 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 ايوه ايوه استاذ محمد اتفضلي. انا اسمي بتعه. ايه يا فندم؟ اسمي بتعه. بتعه اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ محمد. امال قالوا لي ندى ليه؟ ده ندى اسم شهره ده ولا حاجه تانية؟ لا لا والله اسمي بتعه بس هو اللي يقول الاعداد ده. اهلا بيكي اتفضلي يا ست بتعه معاكي اتفضلي. والنبي الله يا استاذ محمد صلى الله يخليك. انا معايا عيل لي ابني ليه عنده 23 سنه 33 سنه وخرج الجيش ولي اربع سنين وهو سواق والله قاعد لا الاقي شغل ولا مشغله وابوه طالع على المعاش وانا ست كبيره وبتعالج وتعبانه وعندي الضغط وعندي السكر. الله يخليك يا استاذ محمد شغلانه لي الله يطول في عمرك. هو عنده ايه بيعرف ايه يعني ايه اللي يعرف يشتغله؟ هو سواق. سواق. هو واخد دبلوم تجاره. طب خليكي معانا هناخد بس بياناته ولو معاكي صوره بطاقه الرقم بعد اذنك. بعد مدير ده مجد محمد اهلا بيك اتفضل. بس على حضرتك والشباب المحترمه جدا جدا الموجودين مع حضرتك دول. الله يخليك. الحلقه الجميله بتاعت حضرتك. الله يخليك. بجد انا ما بشوفش اعلامي محترم زي حضرتك يعني. ربنا يعزك. الوحيد اللي بيخلي الواحد يستمتع وبيجيب الحقيقه وبيظهرها واضحه كلها للناس. ده شرف ليا والله ما استحقش يعني كل الكلام ده. حضرتك على حاجه لا لا تصدقني احنا بنقول الحقيقه يا استاذ محمد. انت بتخلينا دلوقتي قاعدين قدام التلفزيون قدام قناه ال تي سي مش عايزين نتحرك خالص طول ما انت حضرتك موجود. حبيبي حبيبي من ذوقك. وانا معلش مش هطول عليك عشان خاطر تاخد وقتك مع الشباب دي. بس انا على فكره بقول لك الشباب دي فعلا مظلومه يعني. الشباب دي على فكره الظروف هي اللي اجبرتها على كده. والشاب اللي قدام حضرتك ده انا معلش انا مش اسمه محفوظ. محفوظ محفوظ اه انا بوجه له شكر على فكره. بقول له انت انسان محترم قوي قوي. وبشكركم كلكم على فكره. وبس يا ريت نبص لقدام مش لازم نبص اللي احنا عملناه يعني. صحيح. بشكرك يا مجدي على كلامك الجميل. اخد ابراهيم من اسكندريه. الو. طب محمود من المنصوره بسرعه لسه يا جماعه. محمود من المنصوره اتفضل. محمود اتفضل. محمود وطي التلفزيون من فضلك اتفضل. محمود يا محمود يا ابو حنف انا شايف ان الاستاذ سلوى ما هيش غلطانة. الاستاذ سلوى بتنبه على 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 الشباب الصغير ده لازم يكون واعي ولازم يكون يفهم معنى ايه التهريب. طيب انا حاسس ان هي مش غلطانه خالص وانتم متحاملين عليها والله. مش عارف ليه. تمام. في حاجه مهمه ثانيه. في حاجه مهمه ثانيه يا استاذ محمد. مكلمك من المنصوره. انا ابن خالي سرقت العربيه بتاعته يوم السبت الساعه 5:30 عليها بضاعه ب 380,000 جنيه. فين حته؟ في اي منطقه؟ يا ابراهيم والنبي كلمنا تاني يا ابراهيم. محمد من البحيره اتفضل. محمد اتفضل. ايوه يا دكتور السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. والنبي يا دكتور انا عايزك تقول في كلمه انت بتقولها كده حلوه بتقول يا فراشي ويا لهوتي. انا رحت الجبل رئيس مجلس المدينه بتاع كفو الدوار عشان نحكي له على مشاكل توم ديبشو. لقيتك طالبين مني ملف وصوره بطاقه وطلب عشان نجاب رئيس مجلس مدينه كفر الدوار عشان نقول له الفساد على ان المذيعه الاستاذه ثروه اللي مصوره الشباب اللي عايز ياكل عيش واللي عايز يشتغل. تيجي تقعد قدام مجلس مدينه كفر الدوار او محافظه البحيره تشوف البلاء وتشوف الفساد اللي فيه. اما رحت التموين عشان نشتري واحد صاحب المستودع عشان عايز بيطلع الانبوبه ب 55 جنيه من المستودع مفتش التموين بيقول لي ده عظمته جامده وخليك كويس معاه وخليك كده. مفتش التموين بيقول لك عظمته جامده؟ ايوه يا استاذ محمد. طب خد مني بقى يا ليله غبره. يا ليله غبره فعلا. ايوه انا عايز تقول يا ليله غبره. هي يا ليله غبره فعلا.
ايوه الكلمة بتاعتي ايه غبرة غبرة دي يا دكتور محمد دايما شر البالية ما يضحك يا دكتور محمد في ناس لحد دلوقتي فوق القانون لا 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 مفيش حد فوق القانون وانا بقول لك اهوت انا مسؤول عن كلامي اي حاجة لو تقدر تجيب لي مستند او تصورها لي انا فورا هعرضها واقسم بالله فورا ولا واقف معاك يا دكتور محمد اسمعني اسمعني اتفضل بس عشان معايا مداخلات كتير واشتكيت في تمويل كف الدوار ابعت لي يا عم ابعت لي يا حماده يا ابو حميد ابعت لي ابعت لي اي حاجه ليها مستند بس يبقى في مصداقيه يا دكتور محمد اسمعني بس يا دكتور محمد اسمعني يا دكتور محمد فضل. انا شاكك في ارض املاك الدوله متاخده من سنه في سنة 2013 للنائب العام ومعانا المستند بتاعها انا ما امشي بعدك على النت هنات فلاحين نجيبها لك عندك في المحطة عبارك خليك معايا انا زملائي هقول لك تبعتها ازاي وممكن نخلي مراسلنا عندك يجي لك شخصيا خليك معايا وهتقفل اخد محمود من الاقصر يا جماعة تواصلوا مع محمد يعني في البحيرة وشوفوا ممكن ناخد حاجته ازاي الاستاذ محمود من الاقصر اتفضل يا استاذ محمود مساء الخير يا استاذ محمد يا مساء الهنا بالليل من الاقصر اهلا بيك يا فندم اتفضل بص يا استاذ محمد احنا مش لازم نكون مجتمع قاسي على 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 المواطن وعلى الناس ديت الناس ديت ضحايا ضحايا ايه عدم توفير فرصه عمل ليهم المجتمع من الظالم احنا النهارده يا استاذ محمد الناس ديت ضحايا مجلس مدينه ضحايا محافظين محدش بيوفر لحد فرصه عمل يا استاذ محمد احنا مش هنضحك على بعض احنا ناس محترمين ونتكلم يجب بدل ما نكون مجتمع قاسي يجب نوفر فرصه عمل لهؤلاء الشباب هؤلاء مش كل واحد طالع يقول لك المهربين هو مين اللي الزمه انه يكون مهرب؟ ومين اللي الزمه انه يسيب بلده ويجي مثلا وقبل الشغل لازم يتعلم صح الاول لازم يتعلم صح اعمل الناس وصل له تعليم بالظبط وصل له الصحه يتعلم برافو عليك يتعلم يتعلم نظريا وعمليا الاثنين يعني يتعلم يتعلم ما عندناش انت النهارده انت النهارده بس محمد ما عندناش حد بيدي حد حقه يتاهل محمد انت صح والله انا بشكرك جدا يا سياده المستشار محمود ابو الليل من الاقصر اخد عمرو من بورسعيد يا عمرو معايا تليفونات كتير من بورسعيد ورسائل كتير من بورسعيد اتفضل يا عمرو السلام عليكم اهلا بيك اتفضل اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل اهلا بيك اتفضل تحياتي ليك يا فندم وتحياتي للشباب اللي قاعدين قدام حضرتك الله يخليك دلوقتي يا فندم بعد اذن حضرتك انا عايز اسال محفوظ سؤال انت بقالك قد ايه بتهرب في بورسعيد ايه عايز اساله بقالك قد ايه بتهرب في بورسعيد؟ ليا هناكم قاعد ست ايام واديهم كم يوم طالع قول 11 يوم كده 12 يوم يعني انت ما شفتش البدله اللي بتبهدلوها اللي هربت؟ شفت البهدله الشغل شفت البهدله طيب انت استمريت ليه في البهدله دي طالما انت بتقول انا يعني ما مش لاقي شغل في بلدي وانت جاي من اخر بلاد مصر عشان تشتغل في بورسعيد صح؟ ما كنتش لاقي طيب شغل طيب ما انت المفروض يعني انت في محافظه يعني في اخر يعني في صعيد مصر ازاي تيجي بورسعيد وانت عارف ان انت غلط؟ طب ما انا عرفت وتعلمت وخلاص وقلت اسف وكل ما هو كل الناس دلوقتي خدت الموضوع بتاعك ان هو ضجه اعلاميه كبيره وكله عمال يجي على الاستاذه اللي عملت معاك الحوار انت والناس اللي معاك طيب بعد اذنك يا عمرو بس انا سبتك توجه له سؤال واحد يا استاذ عمرو مش هنحاول حوار ثنائي يا استاذ عمرو كلمه استنى استنى يا استاذ عمرو سوهاج هي بورسعيد لو جيت لو جيت انت من بورسعيد اشتغلت عندي في مصر كلها واحد بقول لك اللي جايبك يشتغل عندي انت تمام تمام بشكرك يا عمرو بشكرك اخد نهال من اسكندريه نهال الو الو التليفون فيه حاجه يا محمد ايه ايه طيب هو الحقيقه اوروبا ضرها نفعها انت صح. انت عارف انه نهال من القاهره طب انا اسف ارجع لك اتفضلي يا نهال من القاهره اتفضلي يا فندم ايوه اهلا بيك اتفضلي انا كنت عايزه بس اعمل دخله بالنسبه للمحفوظ اتفضلي يا فندم انا يعني النصيحه المفروض ان احنا ننصح حاله انا برنامج وبرنامج برامج ثانيه من اليومين اللي فاتوا قبل كده ومحدش ابدا قال له اللي انت عملته ده غلط. هو نفسه لسه قايل انا عملت غلط وبعتذر، قال ده وان حضرتك قبل ما تخشي على طول.
يعني ده بعد رابع مره يعني هو اقر اقر لا انا متاول لحظه صح محفوظ ده وهو في الحوار هيقول لها يا مدام لا لا في الحوار نفسه صح في الحوار صحيح صحيح في الحوار قال لها اخطا قال كده يا فندم ايه تاني يا مدام هي اتفضلي داخله معايا برضه طريقته في الالقاء طبعا مش هقول ان هي شويه ما فيهاش يعني مع الكبير ما فيهاش احترام للكبير شويه في طريقه معينه ما كان باشمهندس نجيب هو عمل ودخل انا وانا مش ضمني ان انت هتشغلني يعني وبعد كده سامحني هو ولد بلدي مسامحني اخويا كبير ويبقى حلم الاب برضه والنصيحه برضه للاب ان هو طبعا يقول له انه ده ما ينفعش ده طبعا دي جريمه وده غلط تمام وصلت الرساله مدهلم انا برضو تاسفت للاستاذ نجيب وهل الاب خلاص وصلت خلاص بشكرك هاني مش شرقيه اتفضل يا هاني في عجال عشان المداخلات كتير قوي يا هاني يا هاني مساء الخير يا مساء الفل يا فندم اتفضل مساء الخير عليك وعلى محفوظ وعلى والده وعلى الاستاذ زياد وعلى كل الموجودين عندك اهلا بيك والله يا استاذ محمد انت بصراحه اعلامي عظيم جدا جدا وانا برشحك تكون اسد الاعلام المصري في مصر حبيبي ربنا يعزك وتحيه خاصه للاستاذه سميره الزغيري صاحبه القناه ربنا يخليك يا فندم اتفضل والله يا استاذ محمد انت اتكلمت في الموضوع قبل كده اللي هو بتاع المعاقين يا استاذ محمد وما كملتوش يعني مش عارف لا لا هنكمله 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 والله بجد يا استاذ محمد انت بصراحه احنا كتير يعني عدد 15 مليون اكيد انا هكمله بس انت ليك تعقيب على 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 الموضوع اللي احنا بنناقشه دلوقتي وهو موضوع عمليه الاطوم روز ليك اي تعقيب اتفضل والله انا بحيي الاستاذ نجيب سليم بقول يا ريت كل رجال الاعمال محمد العيدين احمد بهجت الناس كويسه اللي في البلد الوطنيه دي المفروض يشغلوا محفوظ واللي زيه عشان ما ينفعش في الطريق صحيح محفوظ النهارده وجع في حاجه اسمها ماش لبورسعيد والتهريب في غير بعض المخدرات وتواليب والشغل وانت لا يا استاذ محمد لا هو متحدي الاعاقه يعني انت من متحدي الاعاقه يجب انه رجال الاعمال يدوا نسبه ال 5% لمتحدي الاعاقه انا اتحدى اي رجل اعمال بيشغل ناس من متحدي الاعاقه بشكرك يا هاني على هذا الكلام طيب عشان الوقت بيجري محفوظ انت اتحطيت بيت نموذج لشباب الصعيد نموذج بيجي من الصعيد فأكدت انه الصعيد مهمل وفعلا انت مجبر ان انت تطلع من بلدكم عشان تدور على شغل هدفك نبيل هدفك شريف يعني انا يعني لو عايز رايي انا من خلال متابعتي وانا بنزل الصعيد كتير برضو بغطي هناك احداث كنت في المنيا قريب انت لازم تبقى صوت لاهل الصعيد للشباب للصبيان للاطفال وبعدين تخش فعلا يعني احسن حاجه حصلت في مقابله ساويرس النهارده ان انت هتخش تدريب انت وهارون صح تدريب هو ده ان شاء الله انك تاهل نفسك تبقى حاجه تدرب صح ان شاء الله ناوي كده وان شاء الله نثبت كل الناس انا كنت ناوي شريف ان شاء الله نثبت لكم بكده وباصص المستقبل قدامي ويا ريت كل واحد من الشباب يبص للمستقبل قدامه طيب بس امك في البلد واخواتك البنات استقبلوا الضجه اللي حصلت دي ازاي؟ استقبلوا يعني اما حصلت الضجه دي ما تنساش احنا من الصعيد ما نحبوش حد يجيب سيره امنا ولا اخواتنا ابويا اهو شفت رد انا ما جاش في دماغي ابدا انه رد الرد ده هقول لك الاسره استقبلت هذا الكلام ازاي؟ الاسره العيله اتصدم اتصدم شايفين حد عنفك حد لامك حد عتب عليك كتير وقالوا لي انت اللي عملت غلط ورحت ليه من ورانا بورسعيد مش جاي لنا رايح اسكندريه ولاموني كتير بس انا برضو عشت ومشيت ورا اصحابي العيال بتاع التهريب دول بيشربوا مخدرات بيصرفوا الفلوس دي على القهوه على البتاع اكيد انت عشت في وسطيهم هنقول لك ليه 12 يوم ازاي عشت في وسطيهم استاذ محمد لازم يشتغل ده هو هيبقى رايح يقضي علشان يكفي العيله
في كده وفي كده يا عم في كتير كده وفي كده وحش وفي كده 90% من شباب الصعيد ما تلاقيش في كده. مش لان الصعيد دول بنوا مصر، هم بنات مصر اساسا. روح الخصوص صحيح تلاقي صعيد، ده حقيقي. فيصل صعيد صحيح، ماريوتيا كل اللي بنينا لسه بقى العماير دي كلها اللي بنيناها الصعيد، لان ادم مقاولين الصعيد. ما الصعيد ما يعرفش ينام، النام يتعب. صحيح النام يتعب. صحيح. صحيح يعني الريح يوم يتعب اوتوماتيك. فاهم حاجه الشغل. ما لقيش شغل في الصعيد. عاشوا بطريقه في اسكندريه، في مصر، في بورسعيد، في منصوره، في ديه. المهم يدابس على اكل عيش. يجي موسم الحصاد تلاقي الناس جاءت. يصدق ما يلاقي، يلاقي فرصه. اول ما يجي موسم الحصيد نروح نقعد مع عيال شوي، ما فيش موسم حصيد. يقول ليه موسم الحصيد ده اللي هو القمح الزرق عصب كل لكن لو توفرت فرصه العمل ما هيتمنى. اي انسان هيتمنى عايز فرصه عمل. طيب عايز اسالك، المسؤول بتشوفوا مسؤولين عندكم؟ يعني بتشوف مثلا رئيس المدينه، المحافظ، عضو البرلمان، هل حد بيجي لكم يسال عليكم؟ عدم مؤاخذة، احنا عضو البرلمان اللواء صلاح شوقي من قريتنا من المدمر، والراجل عامل على قد ما يقدر يعني. في وضع الظروف الحالي للدولة على قد المستطاع. يعني انت الطرق والصحة والتعليم والزراعة والري. لا ما نقول لك الدنيا وردة. انت لسه بتقول لا الدنيا مش وردة. مش وردة خالص، مش عامل اللي عليه بقى. ما لا مش ما نرضاش نزعل، انا ما فاهمش ايه الوضع بالظبط. انا رحت سهاب يعني هو عدم مؤاخذه الراجل فيه كانت فيها مرشح مياه، حاول يشغله، اشتغل فتره، رجع فتره، ما عارفين ايش الحكايه. بس لكن هو عامل على قد ما يقدر يعني. هارون عايز تقول ايه في ختام الحلقه دي؟ عايز نشكر الباشمهندس نجيب سويرس على تعاطفه معانا وعلى الوظائف اللي قدمها لينا، وله جزيل الشكر. تقول ايه لزملائك في الصعيد اللي زيك؟ يعني اللي ناوي يطلع من الصعيد عشان يدور على شغل، تقول له ايه؟ اي شغلانه يشتغلها يعني اشتغلها. بتضحك ليه؟ في ايدنا وفي ايد بعض. لا انت اول ما هو يتكلم، لا لا عايز اعرف، اول ما اتكلم الكاميرا تيجي عليه تضحك. في ايه بتضحك عليه ليه؟ اما اصحابك ده هو. انت وزن انت اللي وزيته وخدته بورسعيد، شكلك كده شكلك كده رغم انه اكبر منك. انت بتمشي ورا محفوظ يا هارون؟ لا محفوظ انا ما قابلتوش غير في بورسعيد. لا والله والله يعني ما كنتش تعرفه بعد من الصعيد اساسا؟ لا ما انا من بلد ثانيه. وولد عم من عيله واحده، من عيلة واحدة، وما تقابلتوش غير في بورسعيد؟ لا عيلة كبيرة يا سمحنا، عيلة كبيرة، الجلسة عيلة كبيرة، في منها في المدمر وفي منها في العزبة اللي هو يضحك عليك ليه؟ أول ما بتتكلم دي ثالث مرة تحصل، أول ما أجي أقول أسألك سؤال يقوم هو ضاحك ليه؟ خليه يضحك، هيقول ما تضحكش. لا عايز أعرف إيه السر يعني؟ السر دي فيها سر. مبسوطين إن اشتغلنا. إيه؟ إيه؟ مبسوطين إن اشتغلنا. لا لا في حاجة، في بينكم حاجه زهر. في سر بينكم؟ لا والله في طار بيت الحياه في المحبه والله يا سمح الله. طيب انا يعني قبل ما اني بس عايز اقول لك، بس هي مش مثقف اسمها مثقف، مثقف ده يبقى عنده معلومات عن كل شيء، يعني يبقى عارف مطلع. اتكلم بالظبط، شايف مطلع. شايف الكلمه مطلع، احلى كلمه مطلع، بيطلع على الاشياء. يعني لما اكلمه في سياسه هيتكلم في سياسه، اقتصاد نبذه. طب انت مش معايا في حاجه خالص، ابوك اللي معايا. الراجل ده محترم، الله يخليك. وانا سعيد بان انت جيت، وربنا يقويك على اولادك وتفرح ببناتك يا رب. وانت راجل يعني يمكن الصدفه خلتنا نشوفك. والله مش كده اللي عمله محفوظ. بشكرك. عايز تقول حاجه اخيره؟ اقول والله يا عز برضو يعني نوجه شكر للاستاذ وائل برضو وقف مع محفوظ. طيب والاستاذ نجيب وعدم مؤاخذه برضو كل اللي وقف للاسف للناس كلها اللي جرحنا. تمام، يلا جمله اخيره لمحفوظ. كل اللي وقف معانا كل طول لو نعرف اسمهم اللي وقفوا معايا كنت وجودهم لنا الصبح ونسميهم. قبلك بعد ما تبقى حاجه كويسه
بإذن الله. بإذن الله. عند حسن ظن أهلك بإذن الله. وعند حسن ظن الشباب بإذن الله. ويمكن مؤتمر الشباب الجاي رئيس سيسي تحضر مثلا تتكلم بالأخص. يزيدنا شرف. يزيدنا شرف. أعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم، بشكر إعداد والإخراج، غدا لقاء جديد إن شاء الله، تصبحوا على وطن محمد المنتظر.